كل رفقاتي بيتمرنوا كل النهار ما حدا بيحكي معهم. اول ما افتح تمي بدي اتمرن انا بيسكتوني. مش مصدق يا ساعة سمع صوتي مش بس المدربين لكل العالم العربي. الأوبرا شغلي مش هيني توصل لكل العالم. يعني كنت عم صلي من طوال هذا اليوم. بتمنى انه كوتشز يحسوا مثل ما انا بحس بس هني. يا ترى شكله ايه؟ كان ما يتوقعوا هالشكل. ايه ده انه الاوبرا سينجرز عاده ناصحين وكبار بالعمر. الحقيقه انت صوتك فريد من نوعه. قد ايه في عظمه، قد ايه في وقار. يعني انا قلت اللي بيغني ده عنده 40 50 60 سنه. شوف الشباب اللي معايا، شوف ايش راح اسوي فيكم. والله حموتكم، والله حموتكم. بحبك انا كاظم. انا بغني كل مطرح بهوليوود بسوق باص كتير كبير، وانا عم سوق غنيلهم للتورست اللي جايين على هوليوود. دخلهم على بيت مايكل جاكسون، الفيس بريسلي، كريستينا اغيليرا، ويتني هيوستن، من فرجي وير ذا جولدن جلوبز ار، وير ذا اوسكارز هابن. ذا بويز بهوليوود بوليفارد بروح بلبس كوستيوم بعملهم انا وبغني اوبرا بيني وبين حالي. فكر انه يا ريت شي نهار يقطع باص قدام بيتي ويقولوا هيدا بيت رائد سعاده بهوليوود، هيدي نجمه رائد على هوليوود ووك اوف فيم. ان شاء الله شي نهار. خليكم دايما على تواصل معنا عبر شبكات التواصل.